الأحوال الجوية مع الزميلة آلين برمان أبي هيلة. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. بونسوار. بحسب مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ناطرنا الأسبوع الجاي طقس شتوي عادي من دون أي عواصف ثلجية. أما بكرة فنهارنا قليل الغيوم بيتحول ليل السبت الأحد إلى غائم مع احتمال لتساقط أمطار. اتجاه الرياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 20 و21 درجة، على الجبيل بين 9 و18، أما بالداخل فبتتراوح بين 18 و20 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء متوسط السرعة، البحر معتدل، والجو مثل ما ذكرنا قليل الغيوم بيتحول ليل السبت الأحد إلى غائم مع احتمال أمطار. كيف الطقس بكرة ببعض المناطق وضيعة اللبنانية منشوف بيها الجولة من الجو يلي بتخدنا؟ فوق الكويشرة 17 درجة، حلبة 20، دوما 13، جبيل 21، 11 درجة بكفر دبيان الدوار 16، المختارة 19 درجة، صيدا وسور والنقورة 21، شقرة 17، وطقسنا غائم بكافة المناطق، مجد العنجر 17 درجة، والختام بالقاع مع 17 درجة. كيف طقسنا بكرة وبثلاث أيام الجايين؟ بكرة السبت بتسجل الحرارة 21 درجة بالنهار، وطقسنا غائم بيتحول إلى ممطر المساء، طقسنا ممطر نهار الأحد مع 21 درجة، 20 درجة لنهار الاثنين، وبتنخفض الثلاثة أكثر لل 19، وبكمل طقسنا ممطر. نختم نشرتنا بجولة سريعة لطقس بعض المدن حول العالم، وأنا بلاقيكم بكرة. أنا